أذكر بأن العلامة ابن محمد فاضل هو أصغر المتسابقين وأصغر حفظة القرآن في دولة موريتانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم العلامة بن محمد فضل بن شوي من الجمهورية الإسلامية الموريتانية من مواليد 2002 بالعاصمة الوشور وتحديدا بمقاطعة دير النعيم. سأقرأ إن شاء الله برواية ورش عن شيخ نافع عن طريق الأزرق، وأسأل الله توفيقه واستداد لي ولكل المتسابقين إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما شاء الله عليك. العلامة يحفظ 13 متنا، منها 5 من المعلقات، معلقات 7 يحفظ منها 5. أسأل الله تعالى أن يحفظه إن شاء الله. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. شيخ اقرأ من قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يا علامة، يا علامة عصره، أعد القراءة. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان لا يواخذكم الله باللغو في ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخ
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله والرسول فإن توليتم حسبك. لا أرجع السؤال الذي كان اقرأ يا علامة وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله فإن توليتم انتظر وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. يا حسبك يا علامة. انتقل إلى السؤال الذي بعده. السؤال أيوه. نعم. اقرأ. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر نجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم أعد يا علام واتلع فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا كذبوا بآياتنا فانظر كان عاقبة ثم من رسلا إلى قومهم فجاءوا
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون أعد فما آمن نعم فما آمن لموسى إلا قومه على ذر فما آمن لموسى حسبك فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون أعدي علامة فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم منها بخبر
أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. حسبك يا علامة، ما شاء الله عليك. أنت ضيف شرف هذه المسابقة، وأنت سكرها، وأنت ملحها إن شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا لك. حسن، تعالي علامة. حياك الله وبارك الله فيك، وجزى الله خيرا من أشرف على حفظك وتحفيظك، وبارك الله فيك وردك الله سالما غانما بإذن الله عز وجل. أحبتي الكرام.